في حلقتنا النهارده اوجه رساله لمنتخبنا المصري لكره اليد بعد تاهله للدور الرئيسي بمونديال اليد، وخلينا ايجابيين. طيب خلينا كده نشوف الاجابات مع حضراتكم، وهنبتديها بمحمد حماده. كنتوا رجاله وادي المسؤوليه ولسه المشوار صعب، لكن احنا واثقين فيكم، وان شاء الله البطوله هتكون من نصيب منتخب مصر باذن الله. طموح كبير قوي ابو حميد، وليه لا؟ علي عطيه تاهل بطعم الحسره، للاسف الماتش كان بتاعنا والاستهتار ضيع الماتش. خليها عدم التركيز يا علي. فريد قال ربنا معاكم ووفقكم، وان شاء الله البطوله مش هتطلع من بره مصر ان شاء الله. محمد عصام قال بعض الاخطاء البسيطه اسباب الخساره يمكن تداركها، نثق بقدراتكم للفوز بالكاس ان شاء الله. ان شاء الله يا محمد. محمد هاني قال كنتوا رجال وادي المسؤوليه ولسه المشوار صعب، لكن احنا واثقين فيكم وربنا معاكم ويوفقكم، وان شاء الله البطوله مش هتطلع بره مصر. ابراهيم علي قال الف مبروك، ربنا يوفقكم لعيبه رجاله وباذن الله البطوله في مصر. بصوا يا جماعه، انا مش هقدر اضيف اكتر من انتوا كتبتوه في اجاباتكم. الروح اللي موجوده والثقه اللي موجوده في رجالتنا يا رب توصل لهم، ويبقوا عارفين قد ايه احنا واثقين فيهم، وان شاء الله البطوله ما تخرجش بره مصر، وليه لا؟ الحلم تمام منال وفي ايدينا بالمجهود والعرق رجالتنا يوصلونا لابعد نقطه ان شاء الله.